بصوا، انا يعني في تفاصيل هحتاج اعرفها في الحدوته او عن الحدوته اللي جايه، لكن في حاجات بتبقى في مخي كده ان احنا لازم نركز مع عيالنا بالذات الصغيرين دول. كنت اقول لكم الزغنطتين، فرفور قوي. الصغيرين دول ناخد بالنا منهم كده ونركز معاهم، وما نخليش العيال وهم صغيرين كده، الرضع بالذات كده، تعرف العيال بتقعد تنبش وتلعب بايديها وبتاع، يحط حاجه في بقه، يعني ناخد بالنا بس ونركز، لانه دول في عهدتنا على الاقل، على الاقل لحد ما يبقى ايه، عارف الصح من الغلط في عهدتك. فتلاقي عيل صغير جدا في بنها ابتلع نص لباية. طبعا انت فاهم يعني ايه رضيع يبلع نص لباية؟ يعني انا وانا كبير كده مرة بلعت رزاية كده بالغلط، اكيد يعني كنت باكل، بس بلعت رزاية بدل ما تخش بقى في البلعوم راحت داخله في القصبة الهوائية. انا كبير كده، انت شفتونيش يعني، او شفتوني زي ما انا شايف كده مكور كده قدام، فقعدت اكح واخبط على صدري واخبط على ظهري مش عارف اتنفس هروح فيها يعني، واحنا كبار كده. فتخيل طفل صغير بلع نص لباية هو رضيع كده، وهوب راح داخله على الجهاز التنفسي، وهوب داخله على الرئة، حدوتة يعني. الولد بعد الشر على الجميع كان ممكن يحصل حاجة، فربنا سبحانه وتعالى أنقذه. الناس الحقيقة أو الفريق الطبي في مستشفى بنها الجامعي عملوا اللي علشان الولد بإذن الله سبحانه وتعالى يعيش. دي صورة بالمناسبة. بص، واد لذيذ أهو، منغطي ببطانية زرقاء عليها رسومات مش شايفها. المهم الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير في كلية الطب جامعة بنها، أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، مساء الخير ومساء الخير على كل مستمعينك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو الاول طمنا على هذا الشاب الصغير اللطيف. هو الحمد لله الولد عنده سنه وشهرين، يوم الجمعه اللي فاتت بعد الصلاه كده لقيت احد الزملاء من محافظه المنوفيه، محافظه مجاوره ليا هنا، انا في بنها في محافظه القليوبيه، اتصل بيا بيقول لي انا بكشف على طفل عنده كحه ما بيخفش خالص بقاله اسبوع، والنهارده جايبين لي ابص عليه يوم الجمعه لقيت فيه هواء طالع تحت جلد الرقبه. فشكيت فيه ليكون الهواء ده تحت جاي من الرئه، ودي علامه ان الرئه حصل فيها ثقب او انفجار بسيط يعني. فقلت له لا، انقله لي بسرعه على مستشفى الجامعه في بنها وانا هستقبله واشوف الوضع ايه بالظبط ونعمل له اشعه ونشوف القصه. ففعلا بعته لي على مستشفى بنها الجامعي. احنا قسم جراحه القلب والصدر يعتبر الوحيد في المحافظه القليوبيه والمحافظات المجاوره اللي احنا الاقرب للاجوار لبنها يعني. فالمهم بعته لي، عملت له اشعه مقطعيه على الصدر، اول ما عملتها اتفاجئت فعلا في هواء حوالين الرقبه طالع من الرئه، وفي جزء كبير من الرئه اليسرى يعتبر زي ما يكون، مش عايز اقول كلمه منفجر عشان الناس يعني الكلمه كبيره، بس يعتبر اسمه العربي منفجر فعلا، الهواء طالع منه وطالع حوالين الرقبه لانه مش لاقي سكه يعدي فيها. فبدانا معاه السيناريو العلاجي بتاعه، بس من ساعه ما شفت الاشعه وانا شاكك ان الفص السفلي من الرئه كله منكمش. المفروض ان الفص السفلي من الرئه يبقى فاتح، ملوش دعوه من الرئه اليسرى، يعني ملوش دعوه بالهواء اللي موجود المنفجر اللي تحت الجلد ده. فشكيت ان الولد يكون شرقان في حاجه، اسال الام اسال الاب، ما فيش عندهم اي قصه مرضيه للموضوع ده. فبرضو انا شاكك، ما زال شكي موجود، لان انا بصراحه احنا عملنا الحالات دي كتير جدا يوميا، عندي حالات كتير للاطفال شرقانين في الصفاره اللي بتبقى في اللعبه الصغيره، للقبه كامله، لقشره لبه، الموضوع ده مش اول مره اشوفه. وبعدين ايه السبب اللي يخلي طفل يقعد يكح اسبوع ومش راضي يخف على اي علاجات مع دكاتره الاطفال؟ فما فيش غير ان يكون فعلا شرق في حاجه واهله ما خدوش بالهم. ففعلا دخلته للعمليات يوم الاحد، طبعا بعد ما يتجهز، طبعا خد يومين على ما يتجهز ويصوم وكده عشان التخدير. دخلنا العمليات فعلا، عملت له المنظار، ففوجئت فعلا ان الفص السفلي ده كانه مش موجود، في حاجه بيضه كبيره افلات تماما. طلعتها بالمنظار، اول ما بصيت فيها لقيتها نص لباية كامله، نص لباية كامله داخله. طبعا القصب الهوائي بتاع الاطفال اللي في السن ده قد صباع ايديهم الصغير، فتخيل حضرتك ان تبقى نص لباية تخش في صحيح قد صباعك الصغير، سدت القصب الهوائي تماما، خلت البلغم كله مش عارف يخرج، الولد عمال يكح عشان يطلعها مش قادر يطلعها لانها محشوره جوه، فمن كتر الكحه حصل انفجار في الرئه وطلعت الهواء اللي تحت الجلد ده.
فالحمد لله بسلام الله وتوفيق ربنا الحمد لله طلعنا اللبة وتعافى الولد الحمد لله، وهو دلوقتي ما زال محجوز عندنا لحين استكمال تعافي. ودي يعني نص اللباية دي ايه اللي دخلت له ازاي؟ ما هو بعدها بقى سألت الاهل بقى، يعني سألت الاهل بقى ايه القصة بقى، فعرفت ان هو برضو للأسف يعني السوشيال ميديا والموبايلات الحديثة خلت الاهالي بقت مشغولة بيها كتير، فالناس ما تاخدش بالها من اولادها وممكن يشغلوا في اي حاجة. الولد بياكل لب، امه بقى قالت انا باكل لب مش في دماغه، بياكل بيمضغه فمش في دماغه انه ممكن يشرق فيه، هو مضغه المفروض يبلعه. في حد يسيب ابنه يقزقز لب؟ يعني اعمل ايه بس؟ والله يوسف انا بشوف ده كتير، يعني ده مش اول مره، بس في كل مره بيبقى من غير ما الام تاخد بالها، لكن دي بقى كانت المفاجاه اللي امك. والله الوقت بقى يعني مش عايز اروح ارمي نفسي في النيل. ايه الطفل ايه اللي سايبينه ياكل لب؟ يعني الجو بقى بتاع بودي حبيبي بياكل لب كبر، احنا جينا نهرج. يعني اكتر حاجه يا استاذ يوسف انا شفتها ان هو الصفاره اللي بتبقى في اللعبه الصغيره دي، هو بصراحه اي طفل اصغر من 5 سنين لازم يبقى جوه عينيه من باباه ومامته بصراحه، الطفل بيزحف، الطفل بيلعب، الجديد بس ان ده طفل يرضع يعني سنه وشهرين ده يا دوبك لسه ماشي، فهو ما خدش باله يعني ما يعرفش حاجه. هو ايه اللي حصل لامهات وابهات اليومين دول؟ مالهم بأمهم؟ انا رايي ان السوشيال ميديا عامل اساسي، الناس مشغوله، ده لا رايي مش اكتر من كده، بس الله اعلم. يعني دكتور محمد، انت زي ما بتحبش السوشيال ميديا صح؟ لا لا يعني مش لدرجه ما تشغلني عن الاخرين، يعني في بعض الناس عندهم المرض انها تبقى يعني بتاخدهم من العالم الافتراضي جواهم، فبينسوا ما ياخدوش بالهم من اولادهم، فطبعا بتحصل يعني بتحصل كوارث صراحه، بتحصل كوارث. طب وهو دلوقتي عامل ايه؟ لا هو الحمد لله تمام الحمد لله، وعملنا له اشعه بعدها الرئه فردت وكويسه، وبدات الهواء ينكمش جدا والكحه هديت، يعني كفايه ان الكحه هديت، يعني حتى برضو انا لما عملت البوست بالموضوع ده كان نصيحه لزملائي دكاتره الاطفال. شفت البوست والله هقعد اقراه كمان على المشاهدين بعد ما نخلص مكالمتنا، لدرجه ان انا كنت قاعد عمال اقرا البوست، قلت هو اللي فاضل انه كمان الدكاتره يكتبوا في الروشتات والنبي ما تخليش العيال تقزقز لب، يعني ده انا مش اول مره والله. انا مش اول مره اكتب كده والله. حضرتك عارف ان انا مره شفت واحد بلع كوبايه؟ انا طلعت واحد قاعد بلع موبايل قبل كده. والله العظيم. كان معانا في بنها برضه. اصل ده برنامج الاخبار العجيبه الغريبه في الجهاز الهضمي والتنفسي، فانا قلت دخلت في التنفسي خلاص، قبل كده كنت شغال هضمي. كان معايا ناس بلعين كوبايات بلعين سكاكين. مش هيعمل كارثه زي التنفسي، لان التنفسي بيعمل الاختناق فعلا، يعني اختناق وزور او ممكن يؤدي للوفاة، يعني الحمد لله الحمد لله يا رب ان هو عدى على خير، يعني الحمد لله يا رب يا رب. انا بشكرك يا دكتور، وبنشكر كل الفريق الطبي بتاعكم في مستشفى بنها الجامعي، يعني ربنا يديكوا الصحه، ومع انتم مستحملينا والله، وربنا يشفيكوا دايما ويعافيكوا ويكتب لكم دايما النجاه، كل انتوا وكل الفريق الطبي. هنا بقى بعد اذن حضراتكم لازم نقرا البوست اللي كتبه دكتور محمد، اللي هو حاجه اقرب الى روشتة ما تاكلوش عيالكم لب. والله بص يا سيدي، دكتور محمد كاتب الآتي: يا جماعة، في حتة كده مفصولة من البوست أنا مش عارف أشوفها، زميلي هيعملوها لي. المهم يعني هو يا جماعة لازم تشك لما ابنك أو بنتك يكح كحة شديدة وغريبة بدون سبب، شك على طول إنه شرقان في حاجة، ما تقعدش تلف على الدكاترة وتقول أصله عنده حساسية، أصله بيتعالج من زمان، دي أشعة، طفل سنة وشهرين اتحول ليا من زميل طبيب أطفال في المنوفية، والولد راح له بعد ما ظهر عنده هوا تحت الجلد حوالين الرقبة مع كحة عنيفة وشبه اختناق. طلبت منه إرساله فورا لي في مستشفى بنها الجامعي قسم جراحة القلب والصدر، حيث تم عمل الأشعة الموضحة في الصورة والتي بينت انفجار وثقب بالرئة اليسرى مع استرواح هوائي شديد متجمع حول القلب وتحت جلد الرقبة والصدر، وده كان متوقع من التشخيص المبدئي لزميلي طبيب الأطفال، لكن ما لم يكن متوقع هو انكماش كامل للفص السفلي من الرئة اليسرى، مما يوحي بوجود جسم غريب منحشر بداخله، وهذا ما توقعته من البداية. تم التنسيق لدخول الطفل لعمل منظار استكشافي وصدق حدسي، وتبين وجود نصف لبة محشرة أو منحشرة في الفص السفلي للرئة اليسرى، وأدت إلى إغلاقها تماما،
ومنعت خروج البلغم والإفرازات من الفص، وهي التي أدت إلى الكحة الشديدة التي بدورها أدت لانفجار الرئة. تم استخراج اللبة بحمد الله، جملة كوميدية جدا، تم استخراج اللبة بحمد الله وشفط البلغم، وخرج الطفل بحمد الله وتوفيقه، وهو بصحة جيدة الآن بالقسم لحين تمام الشفاء. وطبعا بيكمل دكتور محمد نصيحة اللي بيقدمها للأبهات والأمهات علشان خاطر إنه ياخدوا بالهم من الأولاد وياخدوا بالهم من عيالهم. فكل كل اللي بيتكلم فيه دكتور محمد هو نصيحة لكل أب ولكل أم، خدوا بالكم من العيال أكتر من كده. وأنا يعني هرجع أقول لكم بعد ما قعدت على الكرسي، أنا كنت اضطريت أقوم الحقيقة عشان أشوف البوست كده من على الشاشة العظيمة بتاعتنا دي، جميلة الشاشة دي ما شاء الله. المهم كل اللي أنا عايز أقوله إنه فعلا هو على ما يبدو الأبهات والأمهات في غالبيتهم، ومش هقول لك في بعضهم بصراحة، في حالة كده من التراخي والإهمال والمياصة في تربية العيال. والله كل اللي الواحد اتعلمه في حياته من أهاليه إن إحنا ناخد بالنا من عيالنا لما نبقى في يوم من الأيام مسؤولين عن أطفال، واتعلمنا دايما انه ما ينفعش يتحط حاجات صغيره في متناول الاطفال، ما ينفعش يتحط اي حاجات معدنيه في متناول الاطفال، عملات معدنيه، ابر، دبابيس، العاب الاطفال لازم تكون كبيره بحجم كافي اولا انه لا يتم ابتلاعها، ثانيا لازم تكون من مصادر غير مجهوله، ولازم تكون معموله من مواد مش بقى مطابقة للمواصفات العالمية، مطابقة إلى أرقى المواصفات العالمية عشان ما تتسببش لا في تسمم. بالمناسبة في لعب بسبب المواد المصنعة منها والألوان المستخدمة فيها بتسبب تخلف للأولاد، عشان بس تبقوا فاهمين يعني. اوعى تفتكر ان انت كده لما استرخصت في لعبه انا عندي نقعد نعمل للاولاد العاب زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين كده، ورق ابيض ونقعد نعمل ايه، نعمل مراكب ونعمل طيارات ونعمل حاجات لطيفة، حاجات في البسيط والظريف وجميلة جدا ومفيش منها لا ضرر ولا حاجة، والعيل ما ينفعش ان هو يبلعها، حاجات بتبقى بسيطة. وكنا زمان نستخدم الخشب، كان في حاجات كتير كانوا نجارين يعملوا الألعاب الخشبية دي في ورش النجارة بتاعت زمان، مش لازم نروح نشتري الألعاب الخشبية اللي موجودة عند مش عارف ايه، الحاجات الناس تقول زبادي بدل زبادي او زبدية يعني، بقى في فرفرة مبالغ فيها وحالة كده من التظاهر بكل شيء، حالة عنيفة من الناس دايما طول الوقت عايزة تقعد تتظاهر بأنهم جايبين كل ما هو غالي مش كل ما هو جيد. تاني، خلي بالك وخلي بالك من عيالك. العيل ممكن يروح في رزاية، نص لباية، إبرة، دبوس، كلام من هذا القبيل. خدوا بالكم من العيال اكتر من كده، اكبروا انتوا، لو انتوا مش قد الخلفه ما تخلفوش، مش قد الجواز ما تتجوزش، يا تتعلموا تشيلوا المسؤوليه وتربوا العيال عدل، يا اما بلاش منه، قضيها لعبه على الموبايل، اقعد العب على الموبايل زي ما انت عايز. انا مش فاهم